اهلا وسهلا بيكم في قناة نظام مدارس. دلوقتي هنكمل مع بعض شرح مادة الدراسات الاجتماعية لسنة رابعة ابتدائي الترم الاول. احنا خلصنا الدرس التمهيدي والدرس الاول مع بعض في الوحدة الثالثة نشأة الحضارة المصرية القديمة، ودلوقتي هنبدأ مع بعض شرح الدرس الثاني اللي هو الوحدة بين اقاليم مصر القديمة. عندنا معلومة هنا بتقول لنا ان الشعب المصري هو اول شعب حقق وحدة، واكد ان الوحدة والاتحاد هما الطريق الى بناء حضارة عظيمة. طب يعني ايه حقق وحدة؟ يعني كانت الشعب ده مفكك وخلاه شعب واحد. تحققت الوحدة بين الاقاليم على مراحل. عندنا مرحلتين اتحققت الوحدة من خلالهم. المرحلة الاولى بعد استقرار المصريين القدماء في وادي النيل، واحنا عرفنا شكل وادي النيل من الوحدة الاولى، وكانوا عائلات وقبائل، ومن خلال العائلات والقبائل دي اتكونت القرى والمدن ونظموا حياتهم حسب عادات وتقاليد هم حطوها، ونظم وقوانين حرصوا على مراعاتها واحترموها وطبقوها. وكان في لكل قرية معبود، يعني إله بيعبدوه، وكانت بعض المعبودات دي عبارة عن قوى الطبيعة اللي هي زي الشمس وزي النيل وزي الطيور. اتحدت القرى والمدن دي وكونت أقاليم. كده فهمنا ان الاقاليم دي حاجة اكبر من القرى والمدن، يعني الاقاليم بتتكون من عدة قرى وعدة مدن، وكان لكل اقليم حاكمه وعاصمته، يعني زي ما مصر كده دلوقتي عاصمتها القاهرة. كان في اقاليم وكل اقليم ليه العاصمة بتاعته وليه الجيش بتاعه وليه الاله اللي بيعبده وكمان ليه شعاره. وبعدين الاقاليم دي اتحدت وكونت مملكتين، يبقى المملكة أكبر من الإقليم والإقليم أكبر من القرى والمدن، أو لو عايزين نوضح أكتر المملكة بتضم أقاليم والأقاليم بتضم قرى ومدن. مملكة في وجه البحري اللي هي مملكة الشمال، والمملكة الثانية في الوجه القبلي وهي مملكة الجنوب، وكان لكل مملكة حاكم وعاصمة وشعار وتاج خاص بيها، زي بالظبط ما كان للأقاليم عاصمة وحاكم وشعار وتاج. كان في عدة محاولات لتوحيد مملكة الشمال ومملكة الجنوب في دولة موحدة، لحد ما نجحت مملكة الشمال في توحيد البلاد تحت سيطرة حكومة مركزية واحدة. يعني ايه حكومة مركزية؟ يعني تكون البلد كلها تحت سيطرة حاكم واحد بس، وده حصل في 4242 قبل الميلاد. قاف ميم دي معناها قبل الميلاد. اتخذت الدولة الموحدة من مدينة اون اللي هي عين شمس دلوقتي عاصمة لها. يبقى الدولة اللي توحدت اول مرة عام 4242 قبل الميلاد كانت عاصمتها هي مدينة اون، لكن سرعان ما انقسمت البلاد مرة اخرى الى مملكتين، يبقى رجع الحال زي الاول بالظبط. كانت مملكتين اتوحدت، رجعت مملكتين تاني عشان حصل انقسام في البلاد، وبقت في مملكة في الشمال برضو ومملكة في الجنوب زي الاول. نقدر ان احنا نوضح شكل مملكة الشمال ومملكة الجنوب من حيث العاصمة والشعار ولون التاج. فمملكة الشمال كانت العاصمة بتاعتها بوتو، وهي دلوقتي قرب دسوق. اما مملكة الجنوب فكانت العاصمة بتاعتها نخت وكانت قرب ادفو. اما بالنسبة للشعار بتاع مملكة الشمال فكان نبات البردي، اما بالنسبة للشعار بتاع مملكة الجنوب فهو زهرة اللوتس. وكان لكل مملكة لون تاج، ففي مملكة كان لون التاج بتاعها أحمر اللي هي مملكة الشمال، أما المملكة بتاعة الجنوب فكان لون التاج بتاعها أبيض. نقدر إن احنا نشوف كل اللي شرحناه ده في الصورة الصغيرة دي. ده التاج بتاع مملكة الشمال، وده التاج بتاع مملكة الجنوب، لونه أبيض وده لونه أحمر. أما بالنسبة للإلهة فده الإله بتاع مملكة الشمال وده الإله بتاع مملكة الجنوب، لو ملاحظين إن هما تقريبا تعبان وعصفور أو طائر يعني. ودي الشعار بتاع مملكة الشمال، دي زهرة البردي، أما دي زهرة اللوتس اللي هي شعار مملكة الجنوب. المرحلة الثانية بقى بيقول لنا إن خرج من مدينة طيبة اللي هي الأقصر حاليا ملك اسمه مينا، ونجح الملك مينا في عام 3200 قبل الميلاد في توحيد مملكتي الشمال والجنوب، وأصبح مينا مؤسس أول أسرة حاكمة في تاريخ مصر القديمة. يبقى مينا هو مؤسس أول أسرة حاكمة في تاريخ مصر القديمة، ونجح في أنه هو يوحد مملكتي الشمال والجنوب توحيد نهائي في
عام 3200 قبل الميلاد، ولبس تاج مزدوج تكون من تاج مملكتي الشمال والجنوب، ولقب بصاحب التاجين وملك الأرضين، الوجه القبلي والوجه البحري. سجل مينا النصر ده على لوحة ذات وجهين تعرف باسم لوحة نارمر. وأهم إنجازات الملك مينا هي بناء مدينة من نفر لتكون عاصمة للبلاد، وبنى حولها سور أبيض، وقد سماها العرب بعد ذلك منف. أما بالنسبة للإنجاز الثاني فهو تكوين جيش قوي لحماية ووحدة البلاد. زي ما انتوا شايفين كده، ده التاج بعد ما تم دمجه، التاج هو الأبيض والتاج هو الأحمر، ودي لوحة نارمر ذات الوجهين اللي عملها مينا. طيب نشوف كده خط زمني بيبين لنا المراحل بتاعة توحيد البلاد وتحقيق الوحدة ما بين مملكتي الشمال والجنوب. احنا قلنا اول حاجة كان في قرى ومدن، القرى والمدن دول كونوا اقاليم، والاقاليم دي عملت مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. حصل وحدة، اول وحدة او الوحدة الاولى كانت 4242 قبل الميلاد، وبعدين الوحدة دي اتفككت وبقت مملكتين مرة تاني، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب، وحصل الاتحاد النهائي عام 3200 قبل الميلاد. طب واخدين بالكو ان السنة 3200 بعد 4242؟ طب ده ليه؟ لان ده كان قبل الميلاد، فالزمن بيبتدي ان هو ينقص لحد ما نوصل لميلاد المسيح عليه السلام، وبعد كده نبدأ نعد من الاول وجديد اللي هو 1-2 لحد ما نوصل للزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي. طيب احنا قاعدين نقول قاف ميم قبل الميلاد، قاف ميم قبل الميلاد، طب معناها ايه؟ معنى قاف ميم هي اختصار كلمة قبل الميلاد، اي قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وبكده نكون خلصنا الدرس الثاني من الوحدة الثالثة، واللي عنده أي سؤال يقدر إن هو يسأله لنا في الكومنتس، وتقدروا تشوفوا كل الدروس اللي فاتت وكل الوحدات اللي فاتت. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.